سلام بنات كديري، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نقدم لكم رشمه جديده في تنبات على الجيلاتين كما موالفين. كنتمنى انكم ديروا لي سكرين باش البنات اللي كيبغاو الرشمه، انا زكيت عليها التليفون. غنخدموها لهاد التوب هذا في الكري مغموق، وكيعطي فيه واحد شويه ديال الغزانديه او الغز فوشيا. داكشي علاش قلت غندخل فيه الفوشيا باش غيخرج لينا الثوب مع انه قفطان. كنحتاجو ليه نفس المكونات اللي خدمنا بهم، الاستراس والموزونه. غنخدم الوريضات، غنوريكم طريقه جديده باش تخدموا الوردات ديال الموزونه، كيجيو بومبي. غنحتاجو لهم هاد الحجيرات اللي غنديرو الوسط، وغنحتاجو هاد اللويزات هادو كريستال، وهادوك الحجيرات الصغار. الاستخاص في الحجم متوسط باش كنخدمو ديما، وغيساعدكم حتى البنات المبتدئات، يعني حتى هو راه يجيكم ساهل في الخدمه. وغنحتاجو الهرم في الكري في اللون ديال الثوب، وغنحتاج الكافيار. غندير غير شويه في الغوز فوشيا، غندير غير شويه باش ما يبقاش الكري في الكري، ويعطينا هذاك شويه ديال داك اللمعه. وغنحتاجو الورق الجيلاتين. البنات اللي كيسولوني راه ماشي ورق جيلاتين، هو ماشي ديال الحلوى، هو راه داير بحال الكولا، كتكون عنده بلاصه كتلصق، وعنده ديك البلاستيكه الفوق اللي كتحافظ عليه. هو خاص بالتنبات. غندوزو باش غادي نرشمو رشمه، والطريقه راكم عارفين البنات اللي معايا في القناه راه شايفين الطريقه ديال الخدمه. انا كنت خدمتها ولكن تمسحوا لي لي فيديو اللي خدمت. عاودت لكم الورده اللي غندير، هادو غنديروا فيهم هاد الحجيرات. والشي الاخر مهم البنات اللي غيدخلوا جداد يرجعوا الفيديو السابق، راه فيه الطريقه باش تخدموا بالاستخاص باش تدوروا على الرشمه. والوريضه اللي الوريضات اللي باش غنخدم انا غندير لكم دابا عليهم فيديو. هذا هو الشكل البنات ديال الورده اللي قلت لكم كيفاش كتجي، هي نفس الورده اللي درت، ولكن الوسط كنخدمو بالموزونه كنتنيوها. انا غنوريكم كيفاش غديروا. هذه هي الرشمه اللي درت على حساب المضمه. غنقطعوا جيلاتين دوائر على حساب الورده كي بغيتوها تجيكم، واش كبيره ولا صغيره، نتوما القياس اللي بغيتو. وغادي نديروا واحد جوج دورات بالموزون عاديه هكا بالشكل ديالها، حتى غنكملوا دوك جوج دورات، وعاده غادي نديروا الشكل اللي غادي نوريكم كيفاش ديروا ليه. دابا غنشدو الموزونه وغادي نتنيوها على جوج من الوسط بهكا بهذا الشكل. كنديرو الجهه اللي كتلمع هي اللي كنديروها في الواجهه بحال هكا. كنتمنى انها تكون واضحه ليكم.
صافي وكنكملوا بها الدورات حتى الوسط، كنخليو غير البلاصه ديال الحجره، وكتعطينا واحد الشكل جديد للورده، كتجي منفوخه وكتعطي واحد الفوليوم، كتجي الورده عامره، كتجي متقونه ومبينش الفراغات ولا هذا، كتجي بحال احسن كاع من ديال اللي منبته بالبرا، كتجي زوينه بزاف. ها هو الشكل ديالها، كيفاش كتجي؟ شفتو كتجي عاطية، كتجي منفوخة، كتجي زوينة. تقدروا تخدموها حتى بالمزونة دايرة، ماشي مشكل. هذا هو الشكل ديالها كيفاش كيجي. هذه هي الرشمة البنات بعد ما كملتها، نفس الخدمة اللي خدمتها البنات في الفيديوهات السابقة، كدوروا لي ستخاص وتعمروا بالزمرد والهرام، وهذا اللي بنات لي داخلين جديد راني حاطه لي فيديو في القناه، يمكن لكم ترجعوا ليهم باش تعرفوا الطريقه، وبهكذا تخدموا اي رشمه بغيتوا، فقط انا كنعطيكم الجديد في الرشمات، وكنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. في التعمار عمرت بالهرام بالكري ودرت هذوك الكافيار غوز، وهذا هو الشكل ديالها بعد ما خيطتها في القفطان. انا درت لكم كما قلت لكم البنات، درت لكم فيديو على حساب كيفاش تخيطوا وحتى كيفاش تخدموا، تمسحوا لي الفيديو، مهم ان شاء الله الطريقه غادي نديرها لكم في فيديو جاي ان شاء الله، ندير لكم الطريقه كيفاش تخيطوا هذا الرشمه على الثوب. تجي طريقه سهله، ماشي صعيبه، كتخيطي غير ما بين الاستخاص والاستخاص، ما بين الحجره وحجره، وكتخيط كتجي لاصقه مزيان، كتجي مفينيه، شفتوا؟ وعاد راه قبل راه كديروا ليها السوشوار باش كيلصق لكم هذاك الحجر وما كيبقاش يتحرك. كنتمنى الفيديو ديال اليوم البنات ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا باللي لايك ديالكم وبالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي.